ها انتم الغزالة ديال الخضره ديالي الاسبوعيه، الفلفله ما كتخطانيش، الفواكه موسميه اللي كان خديت هنايا الليمون، خديت هذا ما عرفتش شنو نسيت على سميتو، ما عرفتش كتقولي لي المهم صديق الليمون سيتروس فروت، التفاح خديت، الافوكا وخديت البنان، والبنان ما كنتش راه عندي خضر، شريت خضر حطيته كان باش البنات ما يمشيش ليكم زعما البنان دغيا في ساع، وليو تشريو خضر وخليه يضرب ليكم واحد 3 ايام باش كيبقى زوين. شريت توت كاين دابا خارج توت البنات، ما غادي نغسلوه شي، غادي نحطه في الفريغو هكا العصيرات ان شاء الله. انا بارطاجي معكم واحد الدانونات البنات، الدانوني تصايب في الدار يلا كومونديت على واحد القريعات من ايباي، غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله هكا الوليدات وشي حاجه اللي هي صحيه نديرو فيهم الفواكه اللي بغينا. بغيتي ديروه بالسكر من الاحسن بلاش، حنا ان شاء الله نديروه بالشوكولا نواغ مقوي في الجانب اللي هو صحي. هنايا خديت القزبر والمعدنوس، خديت هذا المهم كنشوفوا المطيشه، راه هي المطيشه هذيك كتعجبني، هذيك المطيشه الشلاضه الشلاضه اوكي الشلاضه. المهم خديت هنايا سميتو كاع الخاص، خديت الخيار حتى هو المهم لهيها، المهم هنا عندي المطيشه، المهم خديت البطاطا حلوه هذيك كتكون حاضره بشكل اسبوعي، خديت البصله وخديت البطاطا العاديه. صافي هادشي اللي تقديت اليوم. المهم لا تقديت السكنجبير البنات، السكنجبير ما كيخسر ما حتى شي حاجه الا درتو ليه السلوفان وحطيتوه في الثلاجه، سينو انا غادي نصايب معكم ان شاء الله اليوم غادي نصايب معكم واحد الطريقه كاينه في جميع القنوات ديال التدوير الاقتصاد. المهم انا قلت نجربها، غنديرو التومو السكنجبير هذا البنات راه كتعرفوه صحي، نبقاو نطيبو فيه نطيبو زعما نديرو في الاكل ديالنا. هنا عندي الزيتون، المهم شريت بزاف د الحاجات، هادشي غير من بعض الاشياء اللي بارطاجيت معاكم. صافي دابا يلاه لقيتوني غسلت الثلاجه وداكشي، انا كندير ليها التنظيف اليومي والتنظيف باش كنحيد الثلج وداكشي كنديرو شهري. لقيتوني يلاه حيدت الثلج وداكشي كامل، طفيتها البارح وغسلتها قبل ما نمشي نتقدى، وهنايا صافي ها هو غسلت الخضره ديالي، غادي نخليها حتى تسقطر مزيان كيما شفتو هي راه اصلا بدات كدار. ممكن تحطوا واحد الفوطه لتحت، غير انا مع الزربه وداروني الدراري حطوا واحد الفوطه لتحت ني تسقطر عاد حطوهم فوق الفوطه لتحت باش تنشف لكم ما ديش معكم الوقت بزاف. غنمشي دابا نطرف الخضره نرجعها، وديك الساعه نتلاقى معاكم نصايب معاكم القزبر كيفاش كنحتفظ بيه كيبقى عندي لمده شهر. هذاك كنديرو غير الطياب ماشي الشلاضه، اما الشلاضه هذاك ولدي عفوا، اما الشلاضه راه كديروا لي واحد الورق ديال المطبخ وتدور تلوي عليه السلوفان، هذاك كتخليوه للسلطه. اما بالنسبه للطبخ فكنديروا انا الفريكو، في الفريكو راه كيدي لي الشهر كامل. نبدا معكم بالتوت هو الاول، المهم النص غسل ما غسلتوش حيت لا غسلتي كيخسر، خليته في الثلاجه غنبقى نستعملو زعما نبداو به هو الواحد غادي يخسر، وهذا غسلته هذا غادي نشدوه ولا لا، هذا علاش غادي نديرو، غادي نديرو في دانون ان شاء الله. ملي غنصايب معكم دانون انا غنحطو هذا في الفريغو، ملي غادي نصايب معكم دانون غنوريكم اشنو غنديرو فيه. فغادي نقطعو هكا دويورات هكا صغيورين بحال هكا بهذا الشكل، المهم غاديش يطول معايا بزاف. المهم هذا الشيء ديال 15 يوم بحال هكا، المهم حيت التوت دغيا تيخسر فخصو يتستهلك. انا عندكم البنان والتوت والعنب دغيا يتستهلكو انت من الاولى حيت دغيا تيخسر. انتما البنات هادو قطعتهم، المهم درت غير ربعه، هادو غادي ندخلهم للفريغو كما قلت لكم غادي نديرهم للدانو. صافي ندوزو دابا الفروماج، الفروماج انا هذا التشيدار هذا كنشري واحد خاص بالبيتزات وبالبليبا، فكنقطع منه ياك وكنعبر هنايا في الترموميكس بحال هكا 100 غرام، انا 100 غرام كافياني للبيتزا، وكنخلط معاها الموزاريلا اللي كناخذ من عند ليدل، فكنطحنو وكنديرو في بلاستيكات. غنديرو في هاد البلاستيكات قلت يلا نستعملهم مادام عندي كنت خديتهم المره اللي فاتت ما نضيعوهمش. انا هنايا صافي كملتهم، غادي ندخلهم دابا للمجمد، غادي ندوز دابا القزبر والمعدنوس نفس الشيء غادي نطحنهم البنات بوحديتهم ساك
في الثيرموميكس وغادي نحطهم في البلاستيكات. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديالو، نديرو في بلاستيكات، جوج بلاستيكات ولا بلاستيكه وحده كبيره، انا غنديرو في جوج. طيب هنا العدس ديالي نحطو. المهم انا كما كنقول لكم ديما العدس انا كندير معاه بطاطا، واحد جوج بطاطات، وبطاطا حلوه راه كتجي معاه زوينه، وزيدوا عليه حتى القرفه البيض، نزيد عليه شويه زيت الزيتون، صافي. دابا انا غنغسل الثيرموميكس، ولا لا غادي ندير لكم، غندير الثومه. انا عمرني صراحه ما جمدتها، شفت الوصفه عند خالتي خديجه وغادي نجربها معاكم. كنخلي شويه، الاغلبيه كناخذ الثومه كنخليها طريه كتبقى عندي كنطيب منها، بعض المرات كتخسر ليا فقلت علاش لا ما نجم نشوف نجمدها. غادي ناخذ هنايا الثوم، غادي نحيد له الجلده اكيد ياكو، وديك الساعه غادي نطحنو. شوف الطريقه اللي دارت خالتي خديجه عجبتني، درتها في البلاستيكات وقطعتها وهي في البلاستيكات، ماشي على الجهه الماضيه ديال الموس، الجهه الاخرى انا غنديرها معاكم. وغادي نحيد الجلده كامله، المهم راه خليت واحد شويه ديال الثوم طري. الثوم البنات كنشوف بزاف الوصفات كيقولوا لك الثوم كولي الثوم وداكشي، الثوم والبصله اعتمدوهم في الاكل، راه المنافع ديالهم غادي تكون عندنا في الاكل. وعاود ممكن ديروا لي بحال كيفاش نقول لكم، بحال كما كنرقدوا الحامض، ممكن ترقدوا الثوم هكا بحال هكا، كتحيدوا له القشره ديالو كترقدوه في زيت الزيتون، راه كتجي زوينه. وعاتني الوصفه ديال اللي عندها الكحبه وهذا الشيء مع الروح، دابا كتشدي لها الشريحه ياك كتقسميها وكديري فيها الثومه الوسط، وكتشدي كتفوريها، ملي كتفوريها كتشدي واحد القرعه وكديري عليها كميه من زيت الزيتون وخليها واحد 3 ايام، وبداي كل مره كولي منها. هذه واعره البنات دقه بطله. الثومه تاعتي صافي طحنتها، غنديرها في البلاستيك عادي. بسم الله، من الاحسن هذوك اللي عندهم ديك السداده، انا شريت هذو بالغلط، مي معليش حتى شي حاجه ما تضيع. صافي كنحطها كامله، خليت حتى شي حاجه شي باش زوينه هاد السباتشينا كتهبط لك كلشي، ما كتمشي بحال المعلقه كتجيب لي كاع القناه بها. وكما قلت لكم شفت خالتي خديجه بهاد الحاشي اللي ما ضياش من الموس، يا يعني الظهر تاعو بحال هكا، بحال دارت فيه بحال مربعات بحال هكا باش يخرج لنا بحال داك المكعبات ديال ماجي، يعني الاستعمال الواحد بحال هكا. كتكملي، المهم حاولي تورقي ماشي كاع تقطعي البلاستيكه، هنايا غلطت معليش، اوكي بحال هكا نعاود عاوتاني. حاولي نورق مزيان، غادي ندوز دابا السكنجبير. انا السكنجبير غنقول لكم واش كندير ليه، وكيبقى عندي شهر في الثلاجه ما كيطري حتى شي حاجه، انا تيعجبني نديرو طري ياكو، وكنتي كيعجبني ندير كنكب عليها الماء طايف سورتو في هذه الفتره هذه، السكنجبير زوين للاسف ما تيبغوش ليا وليداتي، ولكن كنديرو في الاكل، وفين ما بقى فين ما بقيت انا نخشي حاجه كنخشيها بعدا في الاكل، كندير غير واحد الشيء واحد معلقه صغيره ما كيبانش في الاكل. السكنجبير انا شفت كندير منه واحد شويه، كنحك منه شويه، كنكب عليه الماء طايف خليته يطلق شويه، ندير عليه معقه ديال العسل وتنشربو بحال اتاي. انا ما زعما ما بقيتش كنحاول نخفف من القهوه، انا ماشي مدمنه قهوه، مؤخرا وليت كنشربها غير في الصباح، وماشي مدمنه اتاي بزاف، كيعجبني اتاي في المغرب صراحه مع العائله. صافي وليت كنشرب هكا الاعشاب هما اللي كنشربهم بزاف، فكندير لي غير بحال هكا
خصها نحطو راه ماشي درالي حتى شي حاجه يا البنات. شهر والله الا شهر ما كيدرالي والو. وملي كيخسر ليها سكن جبيل تشوف الثلاجه صافي بحال هكا كنحطو في الثلاجه كيبقى عندي. مره نحكو هكا نطيب به مره تندير كما كيقول في اتاي. وغادي نختم معكم لا فيديو بالصابون اللي سبت معكم في الفيديو اللي قبل. البنات اللي مازال ما شافوش ها هو البنات ها نتوما راه باقي كما هو هذاك الجيف. ها نتوما راه زعما ما ثقيل ما مهم انا درت فيه جوج ايترو تاع الماء فوالا. ها نتوما كيفاش جا الريحه زوينه هي هذيك كيستحق التجربه. ما كيرغوش بحال الصابون الاخر مي جربوها البنات. المهم انه غادي ينظف لكم ولو ريحه زوينه غير كما قلت لكم استعملوا الكواليتي ديال الصابون السائل غتستعملوا تكون كواليتي اللي هي تكون مزيانه تكون شي حاجه اللي هي غاليه. صافي الغزالات هذو هما بعض التحضيرات البسيطه اللي حضرت لهذا الشهر. ما كرهتكمش حتى نتوما تجيو عندي الانستغرام وتصيفطوا ليا التصويرات ديال التحضيرات ديالكم وبارطاجيها هكا في الكوميونيتي باش الكل يستافد. وكنتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا. نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم الغزالات.